معانا يعني صاحب الفرحة النهاردة كابتن حسام البدري. كابتن حسام مساء الخير عليك كابتن، والف الف الف مبروك. تحياتي ليك كابتن فاروق، كابتن شريف، كابتن ربيع، كابتن عادل عبد الرحمن. تحياتنا ليك كابتن حسام، مبروك، الف مبروك. الله يبارك فيك، الله يخليك، مبروك مبروك لنا كلنا. الف مبروك يا كابتن، موفق دايما. سعداء يا كابتن بالنصر النهارده، واكيد في 5 ايام لقاءين صعبين او يعني مجهودهم كبير جدا، لقاء القمه ثم النهارده بطوله السوبر المصري، اعتقد مجهود كبير من حضرتك والجهاز الفني واللاعبين وان نحرز هذا اللقب يا كابتن حسام، اكيد مجهود كبير. معلش انا مستمع سؤال او فروق، بس اخدت حاجات كده، بس طبعا على طبعا الحمد لله على الفوز النهارده، ولازم التحيه كبيره قوي 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 تبقى للعيبه، يعني احنا بحيي اللعيبه دي اللي يعني خلال 3 ايام ما بين مباراه الزمالك النهارده، ونشوفهم بالاصرار والمجهود اللي كان ده والعرض اللي حصل برغم ان النتيجه 1-0 لكن قدموا عرض طبعا مرضي جدا 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 وضاعت فرص كتير، فهي تحيه كبيره للعيبه دي الرجاله، انا بحييهم طبعا. وفي نفس الوقت بعد فوز جماهير النادي الاهلي، يعني انا طبعا سعيد جدا ان انا بفوز النهارده بفوز بالجماهير، والجماهير موجوده جماهير الامارات، وطبعا اكيد بتيجي فوز للجماهير اللي موجوده في مصر، فالحمد لله على الفوز النهارده. طيب كابتن، يمكن واحنا بنتكلم على سيناريو المباراه اللي وصل، يمكن الهدف الفوز جه في الدقيقه 102، السيناريو يا كابتن هل كان محطوط في الحسبان يا كابتن حسام؟ انا مش سامع خالص، انا مش فاكر يا كابتن حسام لو سمعني، يعني دلوقتي انا بتكلم على سيناريو المباراه، سيناريو المباراه اللي وصل ان هدف الفوز جه في الدقيقه 102، حضرتك يعني كنت حاطط هذا السيناريو بشكل ما في المباراه ان شاء الله للمكسب او الحمد لله للمكسب؟ كابتن حسام مش سامعني. طيب عامة يا كابتن، يعني انا اللي انا كنت بسال عليه، لو حضرتك سامعني مره ثانيه، سيناريو المباراه واللي الهدف جه او هدف الفوز جه في الدقيقه 102، هل ده كان محطوط في حسبان كابتن حسام البدري؟ طيب مبروك كابتن. طب كابتن حسام معانا لسه؟ الصوت عشان هناك وسط الزحمه. طيب طب هو طبعا يا كابتن يعني اكيد السيناريو بيبقى موجود، وهذا كنا بنتكلم على زايد، لكن يعني السؤال خدني لجزئيه. اتفضل يا كابتن، اتفضل. لما يرجع كابتن حسام يبقى يسال السؤال ده. طبيعي جدا انك تنقل سوبر للمره الثالثه